أهمية هذا المنتدى، منتدى الدبلوماسية الرياضية، رهانة الصورة وتحديات المستقبل، طبعا مع شركائنا الكل. مثلا في اعتقادي على غاية من الأهمية، أولا لأنه الرياضة الآن تحتل موقع كبير في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي أيضا، وهذا ما يختم علينا تفكير كيف يمكن أن نفتح أبواب جديدة لعلاقات الدولية وأبواب جديدة للاقتصاد والاستثمار في الاقتصاد عبر الرياضة. الرياضة مش فقط نتائج لكن أيضا مجالات عديدة. طبعا هناك مقاربات مختلفة لهذه المسألة، إما أن نختار أبطال هم اللي يمثلوا هؤلاء هذه الدبلوماسية الموازية إنشاءها، إما أن نستثمر في الاقتصاد الرياضي أو أن نستثمر أيضا في التظاهرات الرياضية الكبرى. طبعا هناك مقاربات عديدة، وعلى تونس أن يكون عندها سياسة وطنية للدبلوماسية الرياضية، أولا لأنه الرياضة تاريخيا هي رهان كبير، رهان دولي كبير جدا، وهي أيضا إما أنها تحسن العلاقات أو أنها أيضا تسيء العلاقات الدولية. نعتقد أنه إحنا لابد أن نستثمر الرياضة في تونس من أجل أن تتميز تونس كما تتميز في أشياء أخرى، أن تتميز في الدبلوماسية الرياضية كدبلوماسية داعمة للدبلوماسية الكلاسيكية ولعلاقاتنا الدولية. واعتقادي أنه حان الوقت الآن كي نفكر جديا في بناء استراتيجية أو سياسة وطنية للدبلوماسية الرياضية.